حلوة. سيأتي الهدف اليمني، ستهتز الشباك. الله 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 الله، مشبك في الظهور الأول. نعم، عبد الرحمن عبد الله يزرع الابتسامة اليمانية، وقلتها قبل لحظات بأن الهدف اليماني قادم، وبالفعل جاء. يا سفاه يا سفاه على المباريات التي ذهبت دون أن يأتي معنا الحظ. غاب الدعم الاتحادي قبل ذلك، اتحاد كرة القدم دعمه غاب قبل البطولة، وغاب أيضا الحظ معنا في المباراتين السابقتين. وأي إبداع وأي جمال، الله عليك يا مشبك، يا عيني يا عيني يا عيني، شبقية تنتهي. يا السلام حريف، هدف يمني أول في الدقيقة 12 من عمر